وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة أو في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم أسأل الله عز وجل يبارك في علمه وعمله وأن يصلح ولده وباسمكم نرحب به حياكم الله صاحب الفضيلة وأهلا وسهلا بك حياكم الله يا شيخ أحمد وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات بارك الله فيكم نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ هنا سؤال ورد من أحد الحجاج يقول هناك حملات تقيم في العزيزية وهناك من قال إن العزيزية تعتبر من منى حيث أنها متصلة بمنى وليس على من أقام بها مبيت في منى ولا فدية كذلك وهناك من قال إن العزية ليست من منى لأنه يحصلها جبل فما القول الفصل في ذلك ومن أخذ بفتوى أنها من منى ولا يلزمه المبيت فماذا يجب عليه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد حدود منى معروفة على مر التاريخ وإلى وقتنا الحاضر والجبل الذي يفصل منطقة العزيزية وطريق الملك عبد العزيز في العزيزية ومنطقة منى الحالية هي الفاصل بين منى وبين وحتى علاماتها موجودة الآن فوق رؤوس سلسلة الجبال التي عن منى من جهة الجنوب فأنا لا أعرف الحقيقة أن هناك قول بأن العزيزية أنها من منى فهي خارج منى لكن من بات في العزيزية وهي أدنى المناطق إلى منى هل يعتبر مبيته صحيحا وهل يسقط عنه المبيت في منى هذه محل نظر لكن في الوقت الحاضر بالحقيقة حتى مع تخفيض أعداد الحجاج وتنظيم الحج واشتراط التصاريح والتشديد في هذا المقام لا زالت منى يعني تحتاج إلى المزيد من التنظيم بالحقيقة صحيح لا شك هناك حملات كبيرة هناك أماكن لا زالت خالية وربما هناك أيضا بعض الجهات رسمية. تستضيف نعم بعض الحجاج من غير العاملين في من غير العاملين في مجال الحج فأدى إلى المزيد الحقيقة من الازدحام في منى فحتى تنظم وحتى يعني لا يستضاف في منى إلا من كان حاجا وانطبقت عليه شروط الحج فإذا اكتمل ذلك وخلت منى كان المبيت في غيرها غير مشروع والجمهور وجماهير العلماء والكافة من مذاهب الأئمة الأربعة على أنها واجبة ولذلك يجب الأصل وجوب المبيت في منى لكن حقيقة في ظل الأوضاع الراهنة هناك غلبة ظن والشريعة تنيط الكثير من أحكامها على غلبة الظن سواء في الاستنباط أو سواء فيما يسمى الفقهاء بتطبيق الأحكام يسمونه التحقيق المناط يعني إذا أردت تطبق الحكم يغلب على الظن فيما يستقبل أنه يقع كذا وكذا فتبني عليه الأحكام الشرعية فيغلب على الظن أنه إذا جاء اليوم الثامن أن منى سوف تمتلئ وهذا غلبة الظن ظاهرة بالحقيقة صحيح. فلو أنه بادر إليها ونزل فيها دون أن يبحث في مثل هذه الأحوال والأوضاع فأرى أن غلبة الظن هنا ظاهرة ولو أنه نزل العزيزية لهذا السبب فلا حرج عليه وكذلك لا يلزمه أن يذهب ويرمي نفسه على الأرصفة كما يفعل الحجاج
لأن هذا ليس هو مكان النزول المعتاد للناس. صحيح. الذي فيه كرامة النفس ويمنع من إذلالها وإهانتها. فلهذا لا أرى حتى وجوب الذهاب إليها لعدم وجود مكان للنزول ولا حتى للجلوس، وهو الذي يسمى الآن الافتراش وهو ممنوع. لو جلس مجموعة من الناس في هذا المكان لمنعوا. ولذلك أرى أن ما فعلوا في ظل هذه الظروف والأحوال أنه صحيح، ولا وليس عليهم دم لتركهم هذا الواجب، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من فادي الجبرين يقول: هل الأعمال الصالحة مثل قراءة القرآن والعمرة ونوافل الصلوات يجوز تثويبها أو إهداء ثوابها للميت؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. أما الأعمال البدنية البحتة مثل الصلوات فإنها لا تشرع، وجماهير العلم على عدم مشروعيتها، والقول بكونها مشروعة الشاذ. هذا بالنسبة للصلوات. أما بالنسبة لما يتعلق بالقراءة، قراءة القرآن والحج والعمرة ونوافل هذه الطاعات، ففيها خلاف. وأيضا هناك محل اتفاق بين أهل العلم، وهو وصول الدعاء. أنا أقصد يعني جملة ما ينتفع به الميت من أعمال الحي، الدعاء على سبيل المثال، والصدقة عنه كما ثبتت بها الأحاديث. وإن كان أيضا فيه قول شاذ بأنها لا تصل إلا من الإبن لأبيه ومن الإبن لأمه، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا شامل، وأن من عمل عملا لحي أو ميت أنه يصله بإذن الله عز وجل، وقد دلت على هذا الأحاديث. نعم. وأما قراءة القرآن ففيها أيضا خلاف ومسألة اجتهادية، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يشرع هذا الإهداء. نعم. ولذلك أعرض عنه السلف، وهذا يسميه العلماء الأصول التروك، الترك. الترك إذا كان في محل الفعل ومحل الحاجة ومحل كثرة العمل، ثم لم تجد من السلف من فعله. صحيح. دل هذا الترك، يقولون دل دلالة هذا الترك في القوة مثل دلالة النهي بالقول. نعم، كأنهم يقولون لا تفعل. وإلا فالصحابة أحرص الناس على نفع الناس، يحرصون على نفع الحي الذي ينفع نفسه في أعمال الدين والدنيا، فكيف لا يحرصون على نفع الميت الذي لا يد له في عمل؟ ولذلك تركوه. فهذا الترك ظاهر والله تعالى أعلم على عدم المشروعية. ولهذا ذهب الشاطبي إلى أن الأصل أن كل عمل لا يصل إلا بدليل خاص. هذا قول الإمام الشاطبي المالكي الأندلس رحمه الله، ويستدل في هذا بعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا أصل، فلا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل الصريح الواضح في هذا المقام، فهذا هو الأقرب. لكن أيضا قول الجمهور أنها تصل القراءة، وأن هذا قول الجمهور، لكن هذا والله أعلم الأقرب إلى السنة وظاهر هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا، والله تعالى. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنكم، معي محمد من كندا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرضى عليك، أحسن عليك، وجزاكم الله بخير على المجال، كل عام وأنتم بخير، الله يرضى عليك. وأنت بخير وصحة وسلامة. جمال عبد الله، بارك الله فيك، الله يبارك. ارفع صوت أستاذ محمد إذا تكرمت. أعمل في المنزل في مادة كيميائية. عفوا، مو وقعت على يدي يا محمد. أبعد يومين أو ثلاثة أيام لا زالت مسوية طبقة على يدين اثنتين. نعم. فأبغى حكم الوضوء في الأيام هذه، الله يبارك فيك. أخوي محمد، أنت أيام تسمح لي، وقعت مادة كيميائية على يدك وبقيت ثلاثة أيام كما ذكرت. أنا غسلت أول يوم بس ما كنت أعلم أنها سوت طبقة خفيفة يعني على يدين، الله يرضى عليك. سوت عزل أتوقع، يعني بعد ثلاثة أيام ترى الجلد، الطبقة الأولى من الجلد تطلع مع المادة. نعم، تسمع إجابة. الثاني الله يرضى عليك، حكم الحجاب أو الخمار، سواء الحجاب أو البرقع، عند النساء غير المسلمات. قصدك المسلمة تتخمر عن غير المسلمات؟ أي أو تتحجب يعني. نعم، عند غير المسلمات. طيب، سؤال آخر محمد. جزاكم الله خير، الله يحفظك. الله يحفظك ويرعاك، ما تشوف شر يا أخي الكريم، شكرا. معي من ليبيا عبد الكريم، تفضل. أخي عبد الكريم من ليبيا. عبد الكريم محمود من ليبيا. محمود؟ نعم، عبد الكريم محمود. حياك الله يا أستاذ عبد الكريم، تفضل.
الله فيكم، أن أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي. نريد نسأل الشيخ عن إقامة العزاء 3 أيام ويذبحون الناس المواشي، وربما تبقى إلى يعني أكثر من 3 أيام. نعم. والناس يعني متخبطين في هذا الأمر، يعني أريد توضيح من الشيخ. بعضهم يقول أن هذا يعني شيء عادي، ونريد توضيح من الشيخ بارك الله فيك. أبشر أبشر إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر يا أبو محمود؟ وعندي الوالد لا يستطيع أن يصلي جالسا، يعني يصلي جالسا ولا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، يعني هل يضع الوسادة أم ماذا يفعل؟ طيب أبشر يا أخي الكريم، شكرا يا سيد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لطيفة معي، تفضلي. تفضلي يا أختي لطيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. ممكن أتكلم الشيخ؟ ممكن الشيخ، أسمعك. الشيخ لو سمحت أسأل، دائما أخويا يتدخل علينا ما يقول السلام عليكم، يقول له عليكم السلام، فأنا أبغى أسأل الحكم هذا. يقول عليكم السلام إذا دخل؟ ايوه، هو اذا دخل علينا يقول عليكم السلام، يقوله على سبيل المداعبه كذا، وهو يعتقد. لا هو دائما دائما، حتى اذا جاء من سفر وكذا دائما يقول لنا. طيب يعني خذ عاده عنده. طيب اذا كلمته وبينتوا له السلام شو يقول؟ يعني ما بي لما نكلم احنا عادي، بس هو لما يدخل يعني، اما ما ناقشت انا في الشيء هذا. طيب. فنبغى اصلا نحطمه. تسمعين ان شاء الله يا اختي لطيفه، شكرا لك. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ محمد من كندا يقول بأن مادة كيميائية وقعت على ظهر يده أو على يديه ثم التصقت، وظن أنه أزالها بالماء، لكن بعد فترة تبين أن هذه قد كونت طبقة تحيل الماء، بدليل أنه حينما نزعها قد انتزع جزء من الجلد أو الطبقة العليا من الجلد. نعم، إن كانت مادة كيميائية ذات عنصر لطيف كما يقولون، مثل بعض أنواع الأصباغ وغيرها، بعض أنواع الأصباغ لا يكون لها جرم، فهذه لا تؤثر. وأما إذا كان لها جرم كما ذكر، بحيث أنها حتى لو أزالت طبقة من الجلد، مدام أن الجلد يرى لو كانت هذه المادة شفافة، وكذلك أيضا لا يحس بها الإنسان عند لمسها، لا يفرق بين المادة اللاصقة أو هذا الدهان وبين غيره من بقية الجلد، هذه علامة على أنه عنصر لطيف، وإنما هو نوع من الصبغ يكون أشبه بعنصر الماء، ليس أشبه مثلا بالحليب على سبيل المثال، يعني له طبقة، والإنسان يعرفها الحقيقة ولا يتكلف في معرفتها. فإذا كان يحس بالحرارة فورا، وهذه المنطقة لا تختلف عن بقية المناطق في الإحساس بالحرارة، ولا كذلك عند اللمس يحس بخشونة أو باختلاف، فهذا لا يضره، حتى لو حين قشعها أزالت شيئا من الجلد لا يضره ذلك. أما إذا كانت ذات طبقة سميكة مثل بعض الدهانات المنازل وغيرها، تجد أنها تعزل، يعني تعزل الصورة وتعزل الإحساس وأشياء كثيرة، فهنا يعني يجب عليها أن يعيد الصلوات الماضية، ما دام أنه فوق قدر الدرهم كما يذهب إليه الحنابلة وغيرهم، وهي ما يقارب تقريبا أكبر من ظفر الإبهام بقليل. نعم. أما إذا كانت يسيرة جدا فلا تؤثر ولا اعتبار لها إن شاء الله. نعم. الحمد لله. ويعفى في هذا عن اليسير رفعا للمشقة. نعم. الحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل عن حجاب المرأة المسلمة عن أن تتحجب عن الكافرات، هل يشرع ذلك؟ نعم، حجاب المرأة المسلمة عند غير المسلمة فيه كلام لأهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أن حجاب المرأة المسلمة أمام غير المسلمة هو كحجاب المرأة المسلمة عند المسلمة، وعورة المسلمة عند غير المسلمة كعورة أيضا حتى غير الحجاب. نعم. مثل إظهار الشعر وإظهار النحر ونحو ذلك، وحتى عند الحاجة إلى طبيبة أو أمور تحسينية في العلاج ونحوها، فاحتاجت إلى الأخذ من الساق أو علاج شيء في الفخذ ونحو ذلك مما يعتبر عورة، فهي كالمسلمة في هذه الحال، لا حرج عليها في أن تكشف لها. نعم، بعض العلم رأى أن الأمة غير المسلمة بأنها تختلف عن أحكام الحرة في هذا، ولا أقرب أنه لا فرق لا بين الأمة وبين الحرة، وهذا مذهب أصحابنا الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم، أنه لا فرق بين الأمة وبين الحرة،
وأن العورة عند غير المسلمة كالعورة عند المسلمة، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الكريم من ليبيا سأل عن إقامة العزاء ونصب الخيام والسرادق كما ذكر، وإقامة الولائم لمدة 3 أيام وقد تزيد. الناس يقول يتخبطون عندنا هناك، بعضهم يقول هذا أمر مشروع وبعضهم يقول هذا أمور من باب العادات والتقاليد، والبعض ينكر هذه الأشياء. نعم، هذه المسألة مؤسسة على أصلين، كل أصل قال به بعض أهل العلم. هل الأصل في العزاء أنه من التعبدات والتوقيفات، أو أن الأصل فيه العادة، أنه من العادات كما قال السائل وعنده يعني فقه في هذا؟ فمن قال بأنها توقيفات قال لا يفعل شيء إلا بدليل، ومن قال بأنها من العادات قال إن هذا يفعل على حسب الاحتياج. والأقرب الله أعلم، أقرب الأصلين المتنازعين هنا هو أصل أنها من العادات، هي مثل الزواج ومثل الولادة. الولادة الحقيقة هي حدث، فالولادة هي كلها وليمة، ويكون لها أحيانا بعض العادات عند الناس عند الولادة، أشكال معينة من العادات. فما دام لا يريدون بها التعبد فلا شيء عليهم. وكذلك العزاء، إذا كانوا قلنا تعبد الله عز وجل بثلاثة أيام معينة، لو زادت ففي مشكلة ولو نقصت ففي مشكلة، هذا هو الذي يعني يعتبر من باب الإحداث والبدع، لأن حددها بمدة غير محددة في الشريعة. لكن الناس الذي يعرفه الناس مثلا وقت الدفن العصر بعد 3 أيام يبقون إلى المساء، أو يغلقون البيت من البارحة، يعني ينقص منه ويزاد، لا ينظر فيه لعدد الأيام، فهي غير مقصودة. فالأقرب الله أعلم أن ما نهي عنه من العزاء هو الاجتماع الكثير جدا الذي لا يراد به تسلية المصاب، وهذا يفعل أحيانا، تفتح القصور الكبيرة وفيها ردهات متعددة، أو حتى بيت المصاب نفسه يفتح ويتوزع الناس في البيت في الصلاة الداخلية والمجالس الداخلية وفي غرفة الطعام، بينما المصاب في غرفة أخرى ويجلس من الصباح حتى الساعة 10 من الليل. أنت لماذا تفعل هذا؟ قال أريد أن أظهر أن هذا المصاب أن المصاب عظيم، وهذا الحق نوع من النياحة. نعم. وهذا الذي قال فيه جرير بن عبد الله البجلي، على من يضعف هذا الحديث لكن الأقرب أنه صحيح، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، الاجتماع، فقال نياحة هنا. معنى النياحة هو أن النائحة ماذا تفعل؟ تذكر المحاسن، ليس كذلك؟ بلى. وتذكر عظام المصاب، فهو حين يجلس دون أن يكون له دور في تسلية المصاب وفي مكان آخر، هذا الحقيقة نوع من النياحة. وكثير من طلاب العلم يغفلون، لا الذين قالوا بالمشروعية مطلقا ولا الذين منعوا مطلقا لم يلحظوا هذا الملحظ، وهو معنى النياحة. أما إذا جلست للناس حتى لا يؤدي هذا إلى تشتت الناس، هذا يذهب إلى مكان وهذا المكان، يجتمع الأقارب المقربون الأب وأبنائه مثلا في هذا المكان، فهذا من باب العادات، ولم تدخل فيه الحقيقة أي سمة من سمات التعبد المحض. ليس هناك أعداد، ليس هناك مقادير، ليس هناك هيئات معينة، ليس هناك طقوس لا تجوز إلا بهذه الحالة، فهي داخلة في باب العادات في تأصيل هذه المسألة، ولهذا لا أرى بها بأسا. الصورة المحظورة التي دل عليه حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه هي الاجتماع الكبير الذي لا يكون في حضور ذوي الميت. نعم. فالذي أراه أنه مكروه كراهة شديدة، وقد يصل إلى التحريم، لأن فيه ضرب من النياحة الصامتة، إذا صح التعبير. هي نوع من النياحة الصامتة، وإن كان لا يتكلم ولا يظهر المحاسن ولا يلطم ولا يفعل هذه الأشياء، إلا أنه بفعله أراد أن يظهر عظم المصاب وأهمية الحال، فجلس في مكان لا يسلي فيه المصاب، وليس لأنه بدعة، وإنما لأنه نوع من النياحة. نعم. فالبدعة في نظري خارجة من هذا، من موضوع العزاء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنك معي عبد الغني من الجزائر، تفضل. عبد الغني معنا، تفضل. تفضل عبد الغني. أبو خليل معي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عندي سؤال فيما يخص الزكاة، وهو هناك شخص يتاجر في بيع الحديد مدة 8 سنين، ثم منعته الدولة من البيع مدة 4 سنوات. نعم.
وفي هذه الأيام سمح لها بالبيع، يعني هل يخرج الزكاة عن الأربع سنين الماضية التي تعطل فيها البيع بسبب المنع؟ البضاعة موجودة عنده. تسمعني أبو خليل؟ معنا؟ طيب أبو علي من اليمن تفضل. معي أبو علي من اليمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك أخي أحمد، أحيي ضيفك الشيخ سليمان. الله يحييك يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. حياكم الله. عندي سؤال يا شيخ، إذا مثلا عندي جهاز مثلا وهديته مثلا جلد سيفر هديته لأحد استخدمه في الحرام، هل علي إثم مثلا؟ أو مثلا جوال أو كذا، يعني هل علي إثم أنا؟ أنا نيت أنه يستخدمه في الحلال مثلا. طيب طيب، سؤال آخر يا أبو علي. السؤال الثاني، طبعا أبا الشيخ يفصل في هذا الموضوع، يفصل. أبشر أبشر إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، يكفي. شكرا يا أستاذ. عبد الواحد معنا. عبد الوهاب تفضل. يا عبد الوهاب، أخي عبد الوهاب معي. ماجد، ماجد، ماجد معي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، احنا هالسنة الحمد لله حجينا ما شاء الله، رمينا الرمية الأولى. طيب نعم. بعد ما رمينا سوينا طواف الإصابة. طيب لما سوينا طواف الإصابة في السعي، بعد ما سعينا أنا كان لابسنا شوطين، وأخوي يحلف يمين إنه كان إنه كامل، وأنا متأكدة لأني أنا أحاسبه إنه ناقصنا شوطين، وأنا إلى الآن متأكدة مستيقنة إنه ناقصنا شوطين. ناقصكم طواف الإصابة ولا علينا شيء؟ يعني طفتوا خمسة أشواط. إي أنا متأكدة إنه خمسة أشواط، وهو يقول إنه كامل سبعة أشواط، بس أنا متأكدة لأني أنا حسبتها خمسة أشواط. نعم. واضح سؤالي. فهل أعيد الطواف ولا علينا شيء؟ معكم أحد آخر غير اللي يدعمك ولا يدعم أخوك في؟ كيف؟ معكم آخر يعني اختلف معكم في هذه المسألة؟ لا لا، بس أنا طيب. أنا وأخوي. طيب طيب، في سؤال آخر يا أختي يا مجد؟ لا لا، شكرا لك الله. بارك الله فيك يا أختي. أم عبد العزيز. أم عبد العزيز معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ، أنا مواطنة سعودية. نعم. وعندي إعاقة، وكتبت مكتب العمل وحولوني على روضة خاصة بالمنطقة اللي أسكن فيها. نعم. وقدمت على صاحب الروضة وقال لي أنا توقفت على أنك تشتغل من عندي، ولكن لا تجاوبين ولا تعطيك راتب، أنت اختبر دراستك في الموارد البشرية. ما أدري إيش الحكم في هذا يا شيخ. يعني يبي يوظفك، أنت سلكتي الخطوات المناسبة وحلوك الوزارة إلى روضة قريبة من بيتك، ثم قالك صاحب الروضة هذا سأخذ اسمك سأسجله وأعطيك، ولن أعطيك راتبا، ستعطيك الموارد، تكتفين براتب الموارد البشرية هكذا. نعم، وعلى أني أفتغط عنده صاحب المنشأة الخاصة هذه. بس ما تداومين أنت. لا يقول لا تداومين ولا أعطيك أنا راتب. طيب طيب، تسألين عن حكم هالراتب اللي تأخذينه وحكم تصرف هذا الشخص. نعم، الله يعطيك العافية يا أخي. آمين، شكرا لك يا أختي. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم عبد الكريم من ليبيا يسأل عن أن والده لا يستطيع السجود، لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، هل يكتفي بالإيماء أو يرفع شيئا وسادة أو لوحا ويسجد عليها؟ نعم، ما دام أنه يستطيع أن ينحني، بس حتى أذكر القاعدة الكلية هنا، أنه يجب على المصلي أن يأتي من أفعال الصلاة بما هو الأقرب إلى صفتها، حتى يصل إلى درجة الحرج والمشقة، أو حتى مجرد الأذية، مو الحرج اللي هو الإجهاد الشديد أو الألم المبرح الشديد، لا، المقصود أنه يبدأ يصيبه نوع من الحرج والمشقة، ألم معين، شيء يشغل عن الصلاة ونحو ذلك، أو يؤدي به إلى الحرج، فيأتي بفعلها
أو بما هو الأقرب إلى صفة فعلها حتى يصل إلى درجة العجز أو الحرج والمشقة، فهنا يتوقف. فمثلا يستطيع أن يسجد مثلا بزاوية معينة هكذا، نعم. لو زاد عليها مثلا بقليل أدى بهذا إلى ألم مثلا، فنقول انتهى، أرفع قليلا وتبقى على هذه الحال. فنقول له هنا تطبيقا لهذه القاعدة، عليه أن يسجد، أن ينزل إلى درجة السجود بما يشبه درجة السجود، هذا هو المشروع في حقه. نعم. موضوع السجود على الوسادة أو المخدة أو المركة أو نحو ذلك فيه نزاع بين أهل العلم، وفي صحة الحديث الوارد في النهي عن ذلك حين ردها النبي صلى الله عليه وسلم فيه كلام، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أنه لو سجد على مكان مرتفع مثل المخدة أو مثل المركة هذا الكبير، فهو في نظري هو الأقرب إلى صفة السجود، لأن يقع السجود ويقع وضع الجبهة على هذا الموضع، فهو الأقرب في سمة السجود إلى صفة السجود، فهو يرجع إلى القاعدة المذكورة مع الكلام على ضعف الحديث الوارد في 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 رد الوسادة، فهذا هو الأقرب والله أعلم. لو سجد على وسادة أو على شيء مرتفع فهو حسن والله تعالى أعلم. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم يقول: ما هي الفدية التي تجب على من دخل مكة بملابس مخيطة مع أنه قد نوى الحج قبل الميقات؟ أولا لا يجوز الإنسان يتعمد أن يدخل إلى المواقيت ويدخل إلى الحرم وقد بيت نية أن يفعل المحظور محظورات الإحرام، لأنه يأثم بهذا، لا سيما إذا كان أوضح في الحكم، أقصد إذا كان حج نافلة هذا ليس بحسن، وهو قد حصل أجرها إذا مجرد ما إذا منع عن سواء منع بحق أو منع بغير حق أو لأي سبب من الأسباب، هو يعني أخذ أجر هذه الحجة وأخذ أجر هذه العمرة، فلماذا التكلف الحقيقة والتزيد وفعل المعصية لهذا السبب؟ لا أرى ذلك مناسبا أن يفعله الإنسان، ولهذا نقول حيث أنه قد اختار ذلك فإنه تجب عليه الفدية، يجب عليه هو يقول لبس المخيط. نعم نعم، بعض العلماء يقول الترك واجب لأن الترك المخيط، بعضهم يقول فإن المحظور له لبس المخيط لأن الترك لبس الإحرام، فالأحوط في هذا هو أن يهدي دما يطعمه لفقراء الحرم. نعم، يقسمه على فقراء الحرم أو عن طريق الجمعيات الخيرية، الآن عن طريق الإيداع في حساب الجمعيات الخيرية تقوم بالوكالة عنه وهي تخرجها للفقراء والله أعلم. نعم، يقول هل سؤال الآخر: هل إطعام 6 مساكين يعني بدفع 6 وجبات بدون أرز وتوزع العمال النظافة حول الحرم، هل هذا يجزي لمن دخل مكة بملابس مخيطة؟ نعم، نقول هذا إذا كان فعل محظور، يعني هي مسألة يتنازعها الأمران، هل هو فعل محظور أو ترك لواجب، يعني الأظهر فيه أنه محظور، هذا الأظهر، لكن احنا وجهناه بالاحتياط، فهنا إذا أخذنا قلنا فدية، الواجب فدية وليست دم في ترك الواجب، فهنا يقال في هذه الحال بأنه يتخير بين الخصال الثلاث في فدية الأذى في الحج، وهي أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام، ويطعم 6 مساكين أن يعطيهم ما يغديهم من أوسط ما يطعم الناس سواء كان غداء فقط أو عشاء فقط. نعم، وبعض العلم يقول لابد يكون وجبة يوم كامل يعني غداء وعشاء، الأقرب أن هذا يحصل يصدق مسمى الإطعام على الأكل مرة واحدة، فهنا نعم. يأتي بالطعام سواء كان نيئا أو مطبوخا بما يكفي الشخص الواحد والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة لطيفة تقول أن أخاها حين يدخل عليهم يقول وعليكم السلام، يبتدئهم وعليكم السلام. نعم، لعل يعني أخاها بأنه في دعابة وملاطفة، لكن لو صارت هذه مرة فهي دعابة جيدة يعني، لكن إذا تكرر فهو هجر السنة الحقيقة وترك لها، ويبدو أنه صغير فيما يظهر الله أعلم، فينبه إلى هذا ويعلم أن هذا ليس من السنة والله أعلم. بارك الله في فضيلة الشيخ. أبو خليل يقول: هناك تاجر يتاجر ببيع الحديد 8 سنوات ثم أوقف أو منعته الدولة لمدة 4 سنوات ثم سمح له باستئناف البيع بيع الحديد، يسأل عن زكاة هذه 4 سنوات، هل يزكي هذا الحديد؟ حيث حبس هذا الحديد عن البيع ومنع من بيعه لأي سبب من الأسباب، كانت أسباب بتفريط منه بمخالفة الأنظمة أو كانت أسباب بغير تفريط، وإنما هو ظلم وعدوان في سن هذا النظام أو القانون أو
يكون لمصالح خاصة أحيانا أو شيء من هذا القبيل. ففي جميع الأحوال هو مال محبوس عن التصرف، فالأقرب الله أعلم أنه لا يزكيه ولا لسنة واحدة، حتى لسنة لا يزكيه، لأنه يلحق وإن كان ليس مالا ضمارا لكنه يلحق بالمال الضمار. ومن شرط وجوب الزكاة حرية التصرف فيه حتى يكون مالا ناميا حقيقة أو حكما، وهذا الحقيقة ليس بنامل لأنه محبوس عن البيع والله أعلم. بارك الله فيكم رضي الشيخي. أبو سليمان القعيد يقول إن لم يتيسر المبيت في ميناء فهل تستوي الأماكن خارجها أم لا بد أن يبيت الإنسان في أقرب نقطة قرب ميناء؟ يريد رأيكم فضيلة الشيخ. نعم، هذا أيضا محل خلاف بين أهل، منهم من قال يكون إلى أقرب مكان استدلالا فيها بالصلاة في الجامع إذا امتلأ، أو في الحرمين إذا امتلأت، أو في أي مكان من أو في أي مسجد من المساجد. وبعضهم يقول بأن هذا ليس من باب اتصال الصفوف، هنا فيه معنى شرعي مراد باتصال الصفوف، أن تكون الصفوف متصلة، وهذا غير موجود في منى. ولهذا أفتى بعض علماء أن إذا كانت الخيام متصلة فإنه يجوز حتى لو ذهب إلى مزدلفة، أو مثلا فيه جبل ثم بعد الجبل مباشرة يقيم، أو ما وجد سكن في الذي يليه، فلا يذهب إلى الشرائع مثلا أو الأطراف اللي من الشرائع في الحرم، ولا يذهب إلى أماكن بعيدة. هذا القول الحقيقة له قوته، لكن الأرجح من حيث الدليل والتعليل أنه لا يلزم أن يكون في مكان مجاور لمنى، لا دليل على 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 مسألة الاتصال. اتصال الصفوف عبادة معروفة ومعللة في وجوب قرب الصفوف من بعضها البعض، وفيها نصوص وفيها دلالات على هذا. أما المبيت في منى فهو مسألة تعبدية أخرى يصعب القياس فيها على مسألة الصلاة، فالأقرب والله أعلم من حيث الدليل والتعليل أنها لا يلزم أن يكون قريبا منها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. أبو علي من اليمن يقول إذا أهديت جهاز رسيفر أو جهاز جوال لأحد يغلب على ظني أنه يستخدمه، أو أريد أنا بإهداء يعني يستخدمه في الحلال ثم استخدمه في حرام، هل أأثم وهل يلحقني إثم في ذلك؟ هو قال يغلب على ظني أنه يستخدمه أو نعم، يقول يغلب على لا يقول أنا أريده أن يستخدمه في الحلال. نعم، أولا مسألة باب يعني باب الإعانة على الإثم والعدوان هي مبنية على ما ذكرت، وهي غلبة الظن، هل يغلب على ظنه أنه يستخدمه في حرام؟ فإذا غلب على ظن أنه يستخدم هذا الجوال في حرام على وجه الغلبة، أو يستخدم هذا الريسيفر في حرام على وجه الغلبة، فهنا غلب الظن وغلبت حال، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يعطيها وإياها. وهذه من أظهر ما تطبق فيه قاعدة سد الذرائع، وهذه الكافة من العلماء الجماهير يقولون بها عدا أبي حنيفة رحمه الله، وقوله في هذا في الحقيقة هو أشبه بالشذوذ في هذه المسألة. لكن قول الجماهير لأنه إذا غلب على ظنه أنه يتوصل بهذا الحرام إلى محرم في الذات المعينة في الشخص المعين صار محرما عليك أن تعطيه هذا المباح أو ما يستخدم في مباح وحرام، لأنه يغلب على الظن هذا. الظاهر من فعله أنه لا يغلب على ظنه، لكنه استخدمه بعد ذلك أقول لا إثم عليه. نعم، ليس عليه إثم، وليس هنا مجال إلا النصيحة والله أعلم. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك معي سالم من الجزائر، تفضل. سالم تفضل. تفضل يا أخ سالم. معنا سالم. طيب طارق من الجزائر، تفضل. تفضل يا أخي طارق. معنا طارق. أبو عبد الرشيد من العراق. أبو عبد الرشيد من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك يا أخي. الشيخ أخي ممكن سؤالين؟ ممكن، الله يحييك. شيخ عم بسيارة دفتر ويعني وشنت الأخرى يعني عاقل دفتر وعشرين مثلا يعتبر ربا؟ تعيد السؤال، تريد أن تبيع سيارة أو تشتري سيارة؟
لا عندي سيارة مثلا أنطيها يعني أنطيها للواحد شلت الأخرى ما أخذ لنا فلوس يعني شلت الأخرى أخذ دفتر مثلا وعشرين ورقة. طيب الدفتر هذا كم كم الدفتر كم مقداره يعني مليون ولا؟ الدفتر 100 ورقة مقداره 12 مليون. 12 مليون. 12 مليون وشلت الأخرى مثلا أخذ منه 14 مليون. 14 مليون. يعني طيب طيب أبشر بسمع إجابة إن شاء الله تعالى. السيارة تملكها هذه يا أبو عبد الرشيد؟ السيارة أملكها يعني. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني الزكاة. نعم. الزكاة يعني إذا الله سبحانه وتعالى يقول الأغربون أولى بالمعروف، جاءنا الأغربون يعني ما يصلون. والبعيدين يعني يصلون، يعني هل أنطيها للأغربون أو للبعيدين؟ طيب طيب. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا سيدي. بارك الله معي. أبو عمر. تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر من الطائف الله يحفظك. الله يحييك يا أبو عمر من الطائف. تفضل. الشيخ قبل قليل يتكلم في الاجتماع عند الميت. نعم. فحنا نجتمع مثلا ولكن الميت أهل الميت ما يسوون شيء، ما يسوون أي حاجة. الجماعة اللي مثلا بيحضر يقطون قطة مثلا ويدفعون من الصندوق. نعم. وأهل الميت ما يسوون أي شيء مرة، فيعطونهم الطعام يعطونهم أي شيء. ممتاز. فما أدري هل في هذا شيء برضه أو شيء، ولكن ما يجتمعون في بيت الميت نهائيا. يجتمعون أين؟ في بيت آخر؟ إيه في بيت آخر أو استراحة، يستأجرون استراحة أو يستأجرون محل ثاني. طيب تسمع إجابة يا أبو عمر. يا الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا لك. خالد من ليبيا تفضل. تفضل يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي تخصيص الزكاة إن شاء الله. تفضل يا أخي. أنا أشتغل طبعا دولة وتقاضي في المرتب. الآن مر علي 4 سنوات وأنا مخرج الزكاة، فما أدري كيف أعمل. طيب يا أخي خالد يعني ارفع صوتك، إذا هل يتراكم عندك مبلغ في نهاية الحول يعني؟ بالضبط. أنا المبلغ عندي في المصرف وفي البيت، لكن الإشكال إنه ما أعرف قيمة النفاق، يعني أنا ما عنديش معلومات كيف أزكي. نعم. لك 4 سنوات على هذا الحال. بالضبط 4 سنوات. بس يا شيخ قيمة المبلغ عندي يعني مسجلة في ورقة، يعني قيمة المبلغ بالمرور كل سنة موجود. يعني السنة الأولى عندك كان 10,000، السنة الثانية مثلا 15,000، السنة الثالثة. بالضبط الآن. طيب. وصل إن شاء الله 32,000. طيب نسأل الله عز وجل أن يبارك لك. تسمع إجابة يا أخي خالد. عفوا أستاذي. تفضل. نبي شو نوع من التفصيل، لأني ما عندي ما عنديش معلومات بخصوص الزكاة. صار لي سنوات طويلة والله أحاول أن أتصل، الحمد لله حصلت. أبشر يعني نحن سعداء باتصالك يا أخي الكريم، وتسمع إن شاء الله إجابة مفصلة. شكرا أخي خالد. يا أهلا وسهلا. أحمد من الأردن تفضل. أم أحمد من الأردن تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. بدي أسأل الشيخ لو سمحت. تفضلي الشيخ أسمعك. الشيخ أنا حصلت على مبلغ من المال واشتريت جزء قليل منه، وصرفت جزء قليل واشتريت في جزء ذهب. نعم. فقط تبين لي إنه المبلغ حرام. كيف بعت الذهب؟ نعم. المبلغ طلع نصف، خسر يعني الذهب نصف المبلغ تقريبا. كيف سأعيده الآن؟ أنت تبين لك أن حصولك عليه بطريقة حرام، أو أن أصل المال هذا حرام وأنت حصلت عليه مقابل عمل مثلا؟ لا أنا حصلت عليه عن طريق مسابقة يعني. نعم. تبين لي أنه حرام. فزت بالمبلغ مسابقة؟ نعم نعم. طيب طيب. ثم بعتي تخلصت من جزء من الذهب ونزلت قيمة الذهب. صحيح. طيب تسمعين إجابة يا أم أحمد إن شاء الله تعالى.
شكرا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت ماجد تقول حججنا هذه السنة ثم يعني في طواف الإفاضة شكت بعدد السعي حول الكعبة 5 أشواط، أو وقال أخوها إنه سعوا 7 أشواط، وهي تقول أنا متأكدة من أننا يعني ينقصنا شوطين في هذا السعي في الطواف. يعني إن كان عندها تردد فالذي أرى أن تأخذ بخبر أخيها، وهذا يعتبر زيادة، وهي نافية وأخوها مثبت، فالذي أراه أن تبني عليه وتترك هذه الوساوس. وإذا كان هذا ملح عليها وعندها يقين بأنها قد انصرفوا في 5 أشواط، فأنا يعني أقول عن الجواب الله أعلم، لأن فيه نزاع كبير بين العلم، بين الحنفية وبين بقية الجمهور، وقد يكون لها سعة ورخصة أو يكون عليها عزيمة في هذه المسألة، فأجبنا أن أتكلم في المسألة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، أحسن إليك. الأخت عبد العزيز تقول أنا مواطنة وعندي إعاقة، وحينما توجهت إلى مكتب العمل أحالوها إلى روضة خاصة قريبة من سكنها كي تعمل فيها. هذه الروضة هي قطاع خاص، ثم قال صاحب هذا المكان هذه الروضة سأسجلك عاملة عندي ولن أعطيك راتبا، وتكتفين بما تمنحك الموارد البشرية، ولا أريد منك عمل. تسأل عن حكم هذا المبلغ وحكم تصرف هذا الرجل. هذا باللي يسمى السعودة؟ نعم نعم. يعني الذي أراه أن لا يدخل الشخص في هذه الأشياء، لا سيما إذا كان الدولة تدعم هذه المؤسسة بتوظيف هذا الرجل أو هذه المرأة عن طريق صندوق الموارد البشرية، لأن هذا عقد من الدولة مع صاحب المؤسسة، تعطيك 1500 ريال على أن تعطي هذا الموظف أو الموظفة 1500 أخرى، فيكون راتبه الحد الأدنى لراتب ابن البلد وهو 3000 ريال. فهذا عقد واتفاق، وهو أخل بهذا الشرط، فهذا لا يصح. هذا ناهيك عن الذي يوظف الناس ويأخذ أموالهم، أيضا يأخذ مال هذا الضعيف حين سجل اسمه أحيانا بحق أو بباطل أو بحيلة. كل هذا لا يجوز. يعني ظاهر عندي في المنع إذا كان هناك اتفاق بينه وبين الدولة فيما يتعلق بصندوق الموارد البشرية. نعم. وهناك الحقيقة إشكالات أخرى، حتى لو ما أخذ من صندوق الموارد البشرية فيه إشكالات، يعني قد يخف عنها حال التحريم ما ذكرناه سابقا، أو حال المنع، أو حتى حال الكراهة، وهي أنه يعمل ويحسب له في التأمينات الاجتماعية ويدفع مبلغ للتأمينات الاجتماعية مقابل هذا العمل، وتكون له خبرة وشهادة، وهي ليست كذلك. فيه إشكالات تتعلق بهذه المسألة، فالذي أراه أن تترك. الذي واضح عندي فيه المنع هو قضية العقد الذي بين الدولة وبين المؤسسة في دعم بمبلغ معين، ثم يأخذ هذا المبلغ ويعطيه برمته، يخادع الدولة التي أرادت توظيف الناس وتدريبهم، ويعطيه هذا المبلغ ثم يأخذ بموجبه حق طلب استقدام العمالة من الخارج وغيرها من الآثار التي تترتب على مخالفة شرط الدولة في دفع هذا المبلغ، أو شرط صندوق الموارد البشرية في وزارة العمل في دفع هذا المبلغ، وهذا لا شك أنه ظاهر التحريم الله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ مثل الغيثي يقول عندي أرض منحة من الدولة وقمت بعرضها للبيع ولم أبعها، وقمت بتزكيتها السنة الأولى ولكني لم أستطع السنة الثانية، فهل تلزمه زكاة؟ نعم، الصحيح أن المنح أنها لا تجب فيها الزكاة، سواء كانت منحة وهبة من أب أو شخص أجنبي أو بعيد أو قريب عنه، أو كانت من الدولة، لأن الصحيح أن زكاة التجارة لا تكون إلا فيما يشترى، هو يشترى بنية أن يباع. نعم. فهذا الوصف أو التوصيف يعني بأنك إذا شريت بيت لسكناه ثم قررت أن تبيع وعرضت السنتين أو 3 لا تجب فيه الزكاة، وهذا قول الجماهير عدا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا في المال الموروث، فهو قول الأئمة الأربعة جميعا. إذا ورث مالا فإنه لا يجب عليه أن يزكيه حتى يسيله ثم يدخله في تجارة، لأن حين سال وصار شيوله صار هو بحد زكويا. أما حين يشتري العقارات أو يرث العقارات أو يرث الأموال فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا في التجارة، وهذا ليس بتاجر. التاجر يشتري السلعة لأجل أن يبيعها، فلهذا يخرج المال الموروث في قول الأئمة الأربعة.
وكذلك يخرج المال الموهوب في قول الأئمة الثلاثة عدل الإمام أحمد رحمه الله أو الأربعة عدل الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يرى أنه إذا أخذ هذه المنحة واشتراها بفعله أو دخلت في ملكه بفعله ونوى بهذا المنح أو قبول المنح أن يبيعها صار تاجرا بهذا على هذا القول. لكن الأقرب هو قول الجمهور في هذا أن هذا ليس تاجرا وهي لم تدرج عليه شراء حتى يسمى تاجرا. المنح ليست هي باب التجارة في الحقيقة، حتى لو كانت منحة كبيرة بعض المنح حتى لو كانت منحة كبيرة. نعم. لا فرق في هذا بين الأحكام، هي الحكم واحد في الحقيقة. المنحة الكبيرة غير مشروعة أصلا. أحسن. ما نبني على الأحكام الممنوعة، المنحة الكبيرة الممتدة التي فوق حاجة الإنسان هذه هي لعموم المسلمين وحاجتها لعموم المسلمين، ولا يجوز أن تخنق المدن بمثل هذه المنحة الكبيرة. لا نبني على أشياء شاذة ونادرة، نبني على أحكام. الأغلب في الأحكام أن يمنحها الحاكم لحاجة الإنسان، لحاجة في سكنه، لحاجة في مصنعه، شيء يقوي التنمية أو يعطي السكن. أما ما عدا فلا تبنى عليه الأحكام التي يكون لها صفة العموم، الله أعلم. بارك الله فيكم. فاطمة تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تذهب للسوق بدون علم زوجها لشراء ضرورياتها لأنه يرفض السوق بتاتا؟ إذا كان الزوج لا يحضر هذه الضروريات وحتى الحاجيات، مو لازم ضروريات، الضروريات المأكل والمشرب والملبس الذي يستر هذا ضروري. صحيح. أو الحاجيات التي تكون لحاجة المنزل على وجه الاعتياد، فهنا تطلبها أن يحضرها، فإن أحضرها أو أهمل في إحضارها جاز لها أن تذهب دون إذنه، لأنه بهذا قد فرط في حقه هو، وهو حين لم يحضرها إلى المنزل قد فرط في هذا الحق في حق زوجته، فجاز لها في المقابل أن تفرط في حقه بعدم استئذانه في الذهاب لإحضار هذه الحاجيات. يعني سلطة الزوج ليست سلطة مطلقة ولا سلطة إلهية، وحتى الله عز وجل ما أمرنا أن نطيعه ولا أن نجتنب ما نهى عنه إلا بحدود قدرتنا واستطاعاتنا، فيعطى هذه القدسية للزوج أنه إذا منع حتى في حاجيات الزوجة، هذا مفاهيم غير صحيحة وغير مشروع، ولا يجوز للزوج أن يتعدى حق الله عز وجل وحدوده في ذلك. ولذلك يجوز للمرأة بلا حرج مدام قد فرط في ذلك أن تذهب لإحضار هذه الحاجات. أما التحسينيات فلا، تحسين تحف أشياء لا هي من باب التحسين، فإنه لا يجوز لها أن تذهب إلا بإذنه، الله أعلم. بارك الله فيكم. أبو عبد الرشيد من العراق يقول لدي سيارة أملكها أريد أن أبيعها لمدة عام بقيمتها 12 مليون دينار، يريد أن يبيعها في نهاية إلى نهاية العام ب 14 مليونا. مدام أن تملك السيارة بطريقة صحيحة وحازها القبض الشرعي والحيازة الشرعية بطريقة صحيحة ثم باعها مقسطة فلا حرج، أنا فمن الدفاتر أنها كمبيالات أو لا يسمون الدفتر يعني المبلغ كامل هذا الرزمة يعني الرزمة نقول لا بأس، يجوز أن مدام أنه ملك السيارة ثم باعها، هذا إما أن يكون تورقا إن كان قد اشتراها من شخص من طرف ثالث، وإما أن يكون بيع تقسيط بيع بالأجل، و قد اتفق العلماء على جوازه، الله أعلم. بارك الله فيكم. هنا سؤال، ما حكم قلب صلاة الفريضة إلى نافلة؟ لا يجوز قلب صلاة الفريضة إلى نافلة ما دام الفريضة حاضرة، الفريضة حاضرة وهي في ذمة ولم يصلها، فلا يجوز أن يقلب الفريضة إلى نافلة، الله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الرشيد من العراق في سؤال الثاني يقول لدي زكاة وأريد أن أعطيها أقاربي لكنهم لا يصلون، فهل أتجاوزهم إلى من هم أبعد من هؤلاء الأقارب وهم يؤدون الصلاة؟ يجوز له أن يعطيهم إياها ولو كانوا لا يصلون، لكن لو تساوى الأقارب بين من يصلي وبين من لا يصلي والحاجة واحدة فلا شك أنه يعطيها من يصلي أولى من لا يصلي، لكن الحقيقة تقوية الصلة بالأقارب من خلال الصدقة والهدية وحتى الزكاة المشروعة مدام يتصفون بوصف الفقراء، هذه من مقاصد الإسلام فيها أن يحبب الناس إلى الإسلام وأن يحببوا إلى الهداية والصلاح والاستقامة، بل شرعت جزء من الزكاة أن تعطى للمؤلفة قلوبهم وهم ليسوا بمسلمين يرجى أن يسلم، فكيف إنسان تريد أن تحافظ أن يحافظ على 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 إسلامه ويحافظ على دينه وعلى إيمانه، فهو من المشروع، لا سيما وتستحب إذا كان يغلب على الظن أنها تنفع بإذن الله عز وجل، وينفع معه النصب بعد ذلك والتذكير. أما إذا تساوت الأمور فلا شك أن الأولى هو أن يعطى الأتقى والأصلح
إذا كان هذا فقير وهذا بنفس درجة الفقر، لكن هذا صالح وهذا غير صالح، فيشجع الحقيقة غير الصالح إذا أعطي الصالح في هذه الحال بأن يستقيم على أمر الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو عمر من الطائف يقول: نجتمع في العزاء، هذا عطفا على كلامكم في أول حلقة فضيلة الشيخ، يقول: لكن أهل الميت لا يدفعون شيئا ولا نجتمع في بيت، وإنما يتولى ذلك صندوق خيري للقبيلة أو الجماعة، ونجتمع في استراحة ونشتري من هذا الصندوق أو نأخذ قطة كما ذكر ونشتري أغراض هذا العزاء. نعم لا بأس، لكن الحقيقة في مخالفات هذه. نعم. لأنهم يجتمعون يجلسون على أكل وشرب في هذا الاجتماع، وهذه في الغالب أنها تذهب لب صاحب المصيبة، استراحة كبيرة والناس منجمعين فيها من غير غرض، وفيها خسائر وفيها إصرار، ليس لمعنى البدعة. ولهذا أعرف أسر كريمة ومتعددة يبدأ العزاء من بعد العصر إلى أذان العشاء لا توافق وجبة، ما المانع من ذلك؟ فلماذا نذهب نستأجر استراحة ونجمع الناس ويجعلها ضجيج وهيلمان وكثرة وتجمعات؟ ففيها من هذه الناحية معنى النياحة، لأنهم اجتمعوا لهذا الغرض. ولا أن تعزي وتذهب يا أخي، يبقى معه من يواسيه فقط، مع 7، 8، 10، 20 هؤلاء يكفون لمواساته، فأنت انتهى الغرض منك. فيدخل في النياحة من جهة جمع العدد الكبير، يدخل في الإسراف والتبذير من جهة استئجار الاستراحة وجمع صندوق. يا أخي اجعلوها لفقرائكم يا أخي، بدل أن تجعل في مثل هذه المناسبة. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ خالد من ليبيا يقول: لا أعرف، أريد أن أزكي مالا لدي لمدة 4 سنوات، لا أعرف قيمة النصاب، متى أزكي، كيفية إخراج هذه الزكاة؟ لديه مال، يقول: أنا موظف وعندي من 4 سنوات وعندي مال، رواتبي تجمعت، وكل نهاية سنة أعرف كم كان عندي في نهاية السنة الأولى وفي نهاية السنة الثانية وفي نهاية الثالثة والرابعة، لكن لم أزكي ذلك، ما النصاب وكيف أخرجه؟ يزكيها كما حسبها. نعم. ويقول: أعرف كم كان عندي في نهاية الحول الأول، فيزكي. كيف يزكي؟ يقول: أنا لا أعرف. يخرج منه ربع العشر اللي هو 2.5%. 2.5%. نعم. مما وجده في حسابه في آخر الحول الأول. نعم، إذا كان عنده 100,000 يخرج 2500 ريال أو دينار، زادت إلى 150,000 فيخرج مثلا 2500 عن 100 الأولى و 1250 على الثانية عن 50 الأخرى، وهكذا كل سنة بحسب ما وجد في حسابه. إذا دخل مال كبير، هذه الطريقة المثلى في الحقيقة. نعم. أنه يزكي ما وجده ولو كان زاد أو نقص أثناء الحول. الطريقة إذا كان دخل مال كثير في أثناء الحول، مال كثير يعني يخرج عن المعتاد، فيجعل الحولة مستقلة، مثلا يوفر 100,000 لكنه باع مثلا سيارة توفر عنده 100,000 أخرى، هذا كبير، ولم يتحصل يستفد هذا المال إلا في نهاية الحول، ما يخرج معه، ما يخرج زكاة، يخلي 100,000 حتى يحول عليه حول من العام القادم، من الوقت الذي استفاد في هذا المال. إذا على رأس كل سنة يخرج 2.5% من مما وجده في حساب. نعم، بارك الله فيكم. أقل مبلغ يعني النصاب، يعني لو نزل هذا أقل مبلغ، الصحيح أنه بنصاب الذهب لا بنصاب الفضة. نعم، بينا أدلة هذا في موضوع آخر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت أم أحمد من الأردن تسأل، تقول: أنها تحصلت على مال من مسابقة، اشتركت بمسابقة تحصلت هذا المال، وتبين لها أن هذا المال محرم أو هذه المسابقة محرمة، تقول: يريد أن أتخلص من هذا المال، بعضه اشتريت به وبعضه اشتريت به ذهب وانخفضت قيمته. الجهل نوعان، جهل بالحكم وجهل بالحال. فما دام أنها تجهل الحكم، تجهل الحال عفوا، لكنها تعرف الحكم ثم استفادت هذا المال، فهو حلال لها، لا حرج عليها فيه. الحمد لله. هي ما تدري كونه محرما حتى تم العقد وحتى استفادت المال، فهنا تأخذ هذا المال لأنها يتعلق حرمة بذات المال مثل الخمر والخنزير وغيرها. فهنا على أصح القولين يجوز لها أن تستفيد من هذا المال ما دامت حين دخلت تظن أن هذا العقد صحيح وأن المسابقة صحيحة. نعم. وهذا بينا أدلته في مواضع متعددة ومنها أجوبة في الموقع، والله أعلم. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. حياكم الله وبارك فيك. شكرا لكم، شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة حتى الملتقى. لكم تحية الزميل أشرف السيسي مخرج هذه الحلقة، تحية الزملاء المصورين معي في الاستوديو، الزملاء في الكنترول، حتى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.